Kaif TV. اليوم حأعمل أكلة سمك مقلية بكمية قليلة من الزيت. عندي السمك السيباس اسمه بالإنجليزي، قريب من سمك اللقز، نظيف مشيول منه الحسك والعظم، وأنا رح أشرحه هلأ بعد شوي، ورح أضيف ملح وفلفل أسود وشوية كمون، وبعدين رح ينقلها بزيت الزيتون عشان يطلع مقرمش ومحمص ولا أطيب. أنا بدي أعمل شرحات بسيطة بجلد السمك عشان أوصل البهارات عليها طبعاً، بس الطريقة أول شيء لازم أمسك السمكة هيك عشان أقدر أتحكم فيها، وبعدين بسكيني حامية بشرح بس على السطح. الخطوة الثانية هلأ إني أبهر السمكة، هلأ حاضرة، فأنا بضيف ملح وبعدين فلفل أسود، أوكي. وبعدين البهار الوحيد اللي بحب أستعمله هو الكمون، لذيذ. هلأ لو ما بتحبوا الكمون، في ناس ما بيحبوا الكمون، في بهارات كتير طيبة مثل الترخون، مثل الزعتر كمان ممكن يكون طيب، بس الكمون هون لذيذ. هلأ أنا شو كمان بدي أعمل؟ بدي أدعك البهارات، وهذا السبب كمان أنا عملت الفتحات هون عشان البهارات تفوت لجوا. وبعدين مهم كتير إنه الواحد كمان يتبل السمك من الجهة الثانية. حاضر للقلي، وبعدين قبل ما أقلي بضيف عليه شوية زيت زيتون، وهي آخر مرحلة. فأنا بجيب الزيت الزيتون وبحط هاي لفتين وهي ثلاثة، اوكي. وطبعا من الدخان مبين قد ايه حامية. بعدين باخذ السمكة اللي حاضرة ومتبلة، وبعدين بدي احطها من هون، خليني امسك اعملها بايدي، ما في احلى من الايدين بالشغل. فبحطها على جهة الجلد، وبعدين بمسكها شوي بس هيك لتثبت حالها، وبعدين بجيب السمكة الثانية. وكمان دائما السمكة ينحط بعيد عني شوي شوي بصوت الطشطشي. هاي طبعا السمك والجلد اللي من برا عم يتحمص وعم يتقرمش. وبعدين تتذكروا لما شرحنا السمك كمان التشريحة بتخلي السمكة تكون جالسة. كمان ملاحظة، أول ما يبتدي السمك على الداير يصير لونه أبيض، هاي كمان علامة إنه بلش اللحم يستوي، فباقي بس هالنتفة هاي اللي بالنص اللي مش مستوية. بعد 3 دقايق شو بعمل؟ بقلب السمكة، بخليها حوالي دقيقة واحدة بس لتكمل استوائها، وبعدين بشيلها عن النار، وبس حماوة المقلاية وحماوة الزيت السخن بكمل الاستواء. وبعدين هيك بضمن كمان انها السمكة تكون محمصة من بفوق، مستوية من جوا، وبعدين ما تنشف، فراح تكون طرية وناعمة ورطبة مثل ما احنا بنحب ناكل سمك. طبعا احلى لحظة هلأ لما كل هالأكلات هاي تنحط على صحن واحد. وبعدين انا بحب هاي الأكلة مع تبولة العدس، واذا بدكم تعرفوا كيف تعملوا تبولة العدس بدكم تروحوا على حلقة تانية عملتها كلها من الأول للآخر. وبعدين السمك المقلي ومحمص مقرمش، يا ريتكم هون لتشوفوا قد ايه لذيذ. ما في غلط اذا الواحد رش شويه رمان، طبعا بحب.